الكهرباء هذه فيها سيستم تاع الاي بي اس مش مريقل، تمركي في التابلو. تونا الاي بي اس فيه مشكل، المشكل هذا بعد ما عملنا فحص كل شيء لقيناه في الكابتير نتاع العجله اللي صار، الكابتير نتاع يعني الفيزيل الامامي الايسر. او باش نشوفوه باش نحوه نشوفوه نبدلوه نجربوه. باش نوريكم كيفاش نحو باش نبدلوا الكابتير نتاع الاي بي اس نتاع سيتروين سي 3. تو نحو العجله اللي صار احنا نجيو للكابتور. الكابتور هو يجي ورا الديسك نتاع الفران. ها هو الكابتور نشوف فيه دم تحت الفراج. هلو هذا كان الكابتير، هذا اللي مركب في التابلو. كون الكابتير هذا مش باهي، لازم يتبدل، يفول شونجي. نحيناه بلاصتو باش نجربو نركبو جديد ونشوفو نعملو تيست للكهرباء ونخدمو ونشوفو اذا كان الكتيبه نتاع الاي بي اس هذيك تنحى والانبوبه لازمها تطفى وما عادش تمركي ستوب على الفران. جبنا كابتر جديد هذا كابتر جديد، هذه الريفرنس نتاعو تاع سيتروا، الريفرنس نتاعو شوف فيها خمسة وأربعين خمسة وأربعين سبعة وتسعين. حطو في بلاصتو أو ركبنا الـ ABS الكابتير الـ ABS كملوا ركبوه. عندو البلايص نتاعو يشد فيهم زتاش نركب البولون مش مهم.